معانا على التليفون محمد ابو العينين، النائب محمد ابو العينين. طبعا النائب محمد ابو العينين ورجل الاعمال ايضا. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا سياده النائب. اهلا استاذ علي، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا حبيبي. اتفضل يا فندم. انت حضرتك اتصلت اكتر من مره لتصحيح حاجه حصلت، حد جاب اسمك، بس قبل حضرتك ما تصحح، هناء وانا فورا تصدينا وقلنا مش عايزين اسماء ومش عايزين اتهامات مرسله بالزبط. وكذا يعني بالزبط. اتفضل يا فندم. بالظبط. استاذ علي، اولا يعني تحيه ليكوا ولقناه المحور كلها على العمل الرائع الوطني الامين. شكرا. في تغطيتكم لكل الاحداث اللي حصلت عبر الفتره الاخيره، والحقيقه انا فخور بيكوا كلكوا كاسره قدمت الراي والراي الاخر بمنتهى الشفافيه والمصداقيه، وده الاعلام اللي احنا بنفخر بيه النهارده. شكرا. انا الحقيقه يمكن سبب مكالمتي هو زي ما حضرتك اتفضلت، الناس اللي بترمي التهم جزافا كده، وقد يكون مدفوع وقد يكون قاصد وقد يكون عنده غرض معين، صح. بس انا اربى بقناه المحور انها تنتقي من يدخل عليها، لانه بعض الناس دول مشبوهين. اللي بيتكلم هناك ده، في واحد اتكلم اصله مفصول من الشرطه وبيدعي انه ضابط شرطه وعنده مصيبه وقاعد بيسوق حاجات بره في امريكا عنده قدام البيت الابيض. في حواديت كتير قوي بتحصل من ناس مرتزقه وناس ليها اغراض وليها اجندات. ما يرموش بقى باسم الشرفاء ويعرضوهم ويقول لك ده عمل كذا واداله 200 جنيه. وانا النهارده لو انت شفت امبارح والنهارده في اخبار اليوم، وانا مقدم من تاني يوم على طول بيان عاجل بطلب فيه محاكمه عسكريه لكل من تصدى ودخل يعمل احداث شغب او عنف قدام اصحاب الراي واصحاب هذا الشباب الجميل اللي احنا كلنا بنفخر بانتفاضتهم وبوعيهم ووطنيتهم، وبنقول لهم برافو عليكم. والشباب المحترم ادى رسالته على اكمل وجه، وهيغير من شكل الحياه في مصر تغير جذري. وهتقول محمد ابو عين قال هذا الكلام، انت هتتفرج على بناء مصر المتقدمه الفتره اللي جايه، اللي هتقوم على التنافسيه الحقيقيه، وهتقوم على قدرات الشباب الواعد، وهتقوم على حكم القانون في كل صوره، ومحاربة الفساد في كل صوره. أنا فخور بالمطالب اللي وصلنا إليها لغاية النهار، والحقيقة بقدم التحية للرئيس إنه استجاب لكل هذه الطلبات، الاستجابات الفورية دي. شوف إحنا في خلال 10 أيام. سيادة النائب، أنا مش عايز أقطعك، بس يعني إحنا طبعًا يعني أنا وهنا زي ما قلنا لحضرتك إحنا قاطعنا، عايز أقول لحضرتك ملاحظتين. الملاحظة الأولى، أنا مش عايز أقسم لك بالله، التليفون مفتوح، نحن لا ننتقي أحدًا. وما بنعرفش هو يقول ايه. الحاجه الثانيه، نخرج من المساله دي، انت الاستاذ محمد ابو العينين معروف للكافه يعني، فانت لست في حاجه للدفاع عن نفسك. انا وهناء طرحنا مبادره يا رب تكون سمعتها بانهاء المساله دي كلها، اعطاء ثقه لهؤلاء الشباب، ضمان خروجهم الامن، منشا حزب ليهم، مع التعهد ان احنا نفك حاله الاحتقان دي عشان الحياه تمشي، تبقى وثيقه كده كلنا نوقع عليها، بحيث ان حاله عدم الثقه اللي موجوده عند هؤلاء الشباب يبقى تعود ليهم مرة أخرى. ماذا ترى سيادة النائب؟ يا أستاذ سيد، دي مبادرة رائعة. أولا تفكير في حزب للشباب مبادرة جميلة جدا، وأنا مستعد أساعد في هذا الموضوع. يا ريت يا فندم. يعني أنا أتبنى الفكرة وأساعدكم في كل المجالات وفي كل أي طريقة. يا ريت يا فندم. أنا هساعد بيها بكل ما أساعد بيه. يا ريت يا فندم. الحاجة الثانية ما يتعلق بالخروج الآمن للشباب ده. الحقيقة أنا عايز أفرق بين حالتين. عملية الترويع اللي بتتم لهذا الشباب من بعض الناس اللي موجوده جوه، انه هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل. انا عايز اكد لك بما لا يدع مجالا للشك، مفيش رجل وطني عاقل في القياده او في الاداره المصريه النهارده الا مؤمن بفكر الفكر المحترم لهؤلاء الشباب، ودول ابناء الوطن. مظبوط. مش ممكن ابدا هنعرضهم لمخاطر، وهم اصلا هم بنات المستقبل، هم دول اللي هيحملوا لواء الحريه والديمقراطيه وثوره الاصلاح اللي بدات، هم السبب فيها، هم اللي عملوها. فدول رموز، دول اصل يعني التخدير والاحتلال. الحقيقه يا استاذ محمد، لان عندي تليفونات كتيره جدا، بعتذر لك. انا بس عايز اقول لك اتفضل، ان دول يعني عاوز احذر منه الجماعه اللي بيخوفوهم. لا، اثنين، مفيش مانع ابدا ان مجموعه، انا مستعد اجي معاك، وصحفيين وحقوق انسان، ونطلع مجموعه من الشرطه ناخدهم ونطلعهم خروج امن، وناخد اسمائهم، ولو حد تعرض لهم التلفزيون مفتوح والاذاعات مفتوحه
وكل انواع الميديا كلها مفتوحه. يخرجوا بالورود كمان يا فندم. ورود، وهنعمل لهم حفله كبيره جدا، وانا مستعد اكون في وسطهم واخد اسمائهم ولو حصل. اشكرك سياده النائب محمد ابو العنين، دخل مصححا وانتهى بانه تأييد مبادره المحور من 4 نقاط. معانا مين يا جماعه؟